ده راحت فين؟ اهلا يا ابني مروان. يا ابني انا عايز اقول لك ان جريدتنا دي اشبه بفريق الكره، حارس مرمى، خط الدفاع، خط الوسط، ورأس الحربة المتميز. والله يا فندم دي شهادة أنا أعتز بيها جدا. أنا بتكلم عن نفسي. بس لو حضرتك رأس الحربة، مين هيبقى المدير الفني حاصد البطولات؟ وعشان دماغك ولسانك اللي بينقط شهد ده، أنا استدعيتك. أمرني يا فندم. أنت عارف إن الأستاذ ضيائي اللي ماسك صفحة الفن خلاص كبر، راحت عليه. عشان كده أنا كمدير فني هنزلك يعني تمسك صفحة الفن بداله. صفحة الفن؟ ده كتير قوي عليا. مش كتير عليك، ده بس عشان انا تلميذ سعادتك. بس ليا طلب عندك. تحت امرك. لو جالك تحقيق صحفي مع سما المصري او عيشة الكيلاني بعد نيولوك، اوعى تنسى اخوك. ابدا يا فندم، ده انا هجيب حضرتك تغطي مقالتهم بنفسك. اغطي مقالتهم؟ انا اغطيهم برموش عينيا. على اذنكم. اتفضل. ما تنساش اخوك. ها بابي؟ ايه؟ اللي اسمها طفطف دي لازم تشوف لك حل معاها. She's so exhausting. شيك! هي فين؟ فين؟ موظفة السوشيال ميديا المستهترة بتاعتنا. انت انسانة عديمة الجدوى. وجودك زي عدم تمام. صفر على الشمال. انت جرثومة في صرحنا الاعلامي الشامخ. إنسانة مستهترة تريد أن تعوق مسيرتنا الإعلامية الناجحة. مش كفاية أنك إكزوستن عن معادك النهاردة؟ يعني إيه إكزوستن يا فندم؟ أنت مالك إكزوستن ولا مش إكزوستن؟ يا فندم صدقني أنا أنت إيه؟ الإيميل بتاعك مليان على آخره، وأنت حضرتك نايمة بشربة الخضار السوتيه. لا طعم ولا لون ولا رائحة. صدقني يا استاذ حشاد النت تقيل. انت اللي تقيله، انت اللي تقيله يا اختي. مستهتره فاشله. بصي انا مش عارف ايدك، انا هسيبك هنا اضحوكة وسط الزملاء يتسلون بها وقت الفراغ. جدك البلا. يلا يلا يا بنتي، يلا يلا. أنت إنسانة عديمة الجدوى. وجودك زي عدم تمام. لما تبص لنفسك في المراية، أمال إيه اللي بيأخرك كل ده؟ بس شيلي من دماغك بقى يا أميرة، مروان مش هيعبرك. لخص يا طفطف بدل ما ندخل نلعب في أوضتك. جدك البلد. صح، مستر حشاد عنده حق. أنا ما استحقش أعيش. أنا لازم أنتحر. بس أنتحر إزاي؟ يا ترى أرمي نفسي في النيل؟ لا، بس كده ممكن المية تتلوث وحرام الناس بيشربوا منها. يبقى أرمي نفسي قصاد المترو. بس برضو كده ممكن أعطل مصالح الناس. هو أنا ليه بفكر في الناس مع إن عمر ما حد فكر فيه؟ سامحني يا بابا. يا ساتر استر يا رب. انا شايفه جاي باقصى سرعه. حرام عليك يا اخي بنات الناس. يا متهور. ايه اللي حصل؟ أنا ما خبطتهاش، ما خبطتهاش، ما خبطتهاش.
مستني. لا 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 لا، حد يفوقه يا جماعه. حضرتك كويس يا استاذ؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مستخدم بالك يا انسه؟ لا لا لا، حضرتك فاهم غلط. انا حاضر الحادثه من اولها، وشايف انت بتتكلمي بالتليفون وبتلعبي بالتابلو وبتشغلي الكذب ومش مركزه خالص. ايه كل الحاجات دي يا فندم؟ هو انا اخطبوط؟ حضرتك ما كنتش سايق العربيه اصلا؟ ما تقولوا حاجه يا جماعه، مش كنتوا واقفين؟ حرام عليك يا شيخ، اتقي الله، انا شايفك وانت جايه باقصى سرعه. ايه ده؟ ده حضرتك كنت اكتر واحد مخضوض عليا. هي ارواح الناس لعبه؟ انا مش فاهمه موقفك بصراحه. انا ما خبطتكيش، انا هثبت لكم بالدليل العلمي. العربيه كانت ماشيه على سرعه 10 كيلو متر في الساعه، والنهارده سرعه الرياح 125 عقده في الحبل، ومع استخدام المكابح اللي هي الفرامل يعني تباطئت سرعه السياره لحد ما وصلت 2.4 كيلو متر في الساعه، فتوقفت السياره تماما على بعد 2 متر في الاسفلت اللي هي وقفت هنا بالظبط. يعني انا ما لمستكيش. ايوه انا فاكر، انا ما لمستهاش يا جماعه. انا ايه اللي بيحصل؟ راسي ماما، بحبش البرتقال يا ماما، بحبش البرتقال يا ماما. حرام عليك يا شيخ، ده شكله فقد الذاكره. فقد الذاكره ايه حضرتك؟ ما كان بيناقش الدكتوره قدامك. حرام عليك يا شيخ، منك لله منك لله. ايه ده؟ حرام عليك انت، والله العظيم انا ما خبطتوش، انا ما كنتش سايق العربيه، انت اللي خبطتني. انا ما خبطتكيش، انا راجل عالم لا يمكن اذي اي بني ادم، انا بفيد البشريه. احنا مصدقينك، بس كل الحكايه عايزين نعرف انت كويس اسمك ايه. اسمي هد 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 ايه؟ هد هد فخر العرب. ايه ده؟ مش معقول انت هد هد فخر العرب بتاع مدرسه لطفي بوشناق الابتدائيه النموذجيه المشتركه؟ ايوه فعلا، انا كنت في مدرسه لطفي بوشناق الابتدائيه. هد هد، انت مش فاكرني؟ انا اميره طفطف. اميره مين؟ اميره طفطف تالته رابع. هفكرك، هد 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 هد، جسمه نحيل، شعره مسبسب، قلبه كبير، عمره ما يكذب، سنته راحت عند الشمس. يلا يا شمس يا شمس يا شمس، يلا يا شمس يا شمس يا شمس. انا قلت من الاول مالكوش غير بعض. يا عم روح حضرتك، قرفتني من الصبح بعد اذنك يعني. سيبك منه. يلا يا شمس يا شمس يا شمس، يلا يا شمس يا شمس يا شمس. ياه اخيرا يا هدهد اتقابلنا بعد العمر ده كله. ده انا اللي مش مصدق، اميره زكي طفطف اقوى بنت في مدرسه لطفي بوشناق قاعده جنبي هنا دلوقتي. طمني عليك يا هدهد، اخبارك ايه وحياتك ماشيه ازاي؟ عديت بحور من العلم، وخدت دكتوراه في الفيزياء الكيميائيه، وحصلت على نوبل في الذره. ما شاء الله ما شاء الله، وعملت كل ده امتى؟ بصراحه انا ما عملتش ولا حاجه من الحاجات دي، بس انا ماشي بقاعده بليف يور دريم يور دريم بليفك. الله عليك يا هدهد، الانجليزي بتاعك بقى تحفه. طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا بقيت مخترع. ما شاء الله، وانا عمال اقول برضو العربيه الغريبه اللي انا راكباها دي مش عارفه هي عربيه ولا توك توك ولا عجله. عربيه في راحتها، توك توك في توفيرها للبنزين، وطبعا عجله عشان انت عارفاني من وانا صغير بموت في العجل. حتى شوفي دي. أوه! ايه ده ايه ده؟ ايه الظرف ده بقى؟ دمك تقيل ولا ايه يا هدهد؟ المفروض بقى انك ترفع ايدك. يا مجنون يا مجنون. مش كلمك تاني. انا اسفه يا هدهد، ما تزعلش، ما ينفعش تسيب كده البتاع. طب ايه اللي جاب ريموت التلفزيون هنا؟ ده يا ستي مش ريموت التلفزيون، ده ريموت العربيه. يعني لو العربيه في اسكندريه اتحكم فيها بالريموت من حمام بيتنا. ايه ده؟ هي العربيه دي بتروح اسكندريه؟ اخر مره وصلت لحد البوابات وقطعت كتاوت، بس مين عالم؟ ربنا كبير. وفي قاعده بتقول ان الابتكار بيعلم الشطار. قصدك التكرار بيعلم الشطار ولا بيعلم الحمار باين ولا ايه؟ لا، الابتكار بيعلم الشطار. اول مره اسمعها دي. ما دي قاعده من زمان جدا. وسيبك مني بقى عماله تساليني عني وعلى العربيه، كلميني عنك انت يا بطله. فاكره اميره زمان؟ ده انت كان كله بيعمل لك الف حساب في المدرسه. ايوه فاكره يا هدهد فاكره. طب فاكره لما الواد فولي سرق سندوتشاتي وانت رجعتيها لي منه غصب عنه؟ فاكره يا هدهد. ده انت كنت اهم واحده في المدرسه، الناظر كان بيكرمك كل اسبوع على بطولتك وشجاعتك، كنت دايما تقولي لي هدهد انا لما هكبر هنقذ العالم. يا اميره. هدهد انا لازم اروح دلوقتي علشان بابا قلقان عليا. بس توعديني نتقابل تاني، انا هديكي الكارت بتاعي، في تليفوناتي البرايفت وفي عنوان المعمل بتاعي، لازم تعدي عليا، هستناكي. طيب معلش ممكن تنزلني هنا يا هدهد؟ معلش ممكن تنطي من العربيه وانا ماشي عشان لو بطلتها مش عارف ادورها تاني. هي يا امير اخرت كده ليه؟ ما بترديش على تليفونك ليه؟ معلش يا بابا كان عندي شغل. شغل؟ طيب خش بقى يا حبيبتي تيه، روقي نفسك كده بقى واغسلي رجليكي وتعالي بقى عشان تتعشي معانا. واغسل رجليا ليه يا بابا؟ هو انا هتعشى برجليا؟ انت بترد عليا؟ بتعرضيني قدام عمك حتشبسوت ده؟ وما ردش عليك ليه يا بابا؟ هو انا صغيره؟ يا بابا انا كبرت
وزهقت من طريقتك اللي بتعاملني بيها دي كأني طفلة صغيرة، وزهقت من شعري المسحلل على جنب ده اللي مصدعني على طول، وزهقت من التوك الفراشات، وزهقت من الزمزمية دي، وزهقت من بيجامات سبونج بوب، وزهقت من قطي ومن رن تليفوني، وزهقت من عم درمالي كمان. لا 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 لا، ده مش كلامها، ده مش أميرة دي، حد ملا مخها بالكلام الفارغ ده. أعمل إيه يا عم درمالي يا راجل؟ كلميني عنك انت يا بطله، فاكره اميره زمان؟ ده انت كان كله بيعمل لك الف حساب في المدرسه، ده انت كنت اهم واحده في المدرسه، الناظر كان بيكرمك كل اسبوع على بطولتك وشجاعتك، كنت دايما تقولي لي هدود انا لما هكبر هنقذ العالم. يا بنتي ايه اللي بتتفرجي عليه ده؟ ما يصحش كده. البنات اللي في سنك لازم يتفرجوا على حاجات جميله هاديه زي سنو وايت، اليس في بلاد العجايب. بس انا بحب الابطال الخارقين. الخايغين. حرام عليك بقى يا فولي، هي مش كل يوم. مرضيش معاكي النهارده يا هدى. هات السندوتشات بقى يا غلس. فولي رجعلي السندوتشات بتاعته احسن لك. بعدها بتفضل لما تجيب البلح في دماغك. هذا هو الانذار الاخير، رجعلي السندوتشات. لا انت شكلك كده عايزه تتبقلشي بقى. ممكن تقبلي مني الهدية دي؟ ايه دي؟ ده اختراع انا اخترعته، استيكة بتمسح الجاف والرصاص والفلوماستر وتطلع البقع من هدوم. شكرا. انا اللي شكرا لانك دفعتي عني. انا ما دفعتش عنك، انا دفعت عن حق. أميرة، أميرة بتروح فين؟ أميرة أنا هنا يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه يا بنت ده؟ إيه يا بنت اللي شعبطك وعلقت فوق كده بس؟ أنا كنت بعمل زي سبايدر مان. سبايدر مان يا دي الأبطال الخارقين اللي مالين دماغك دول. اتفضل يا حبيبي يا سبايدر، انزل. يا
ازاي يا حناظر؟ اهدى ازاي بنتي في لذة كبدي؟ دراعها اتكسر. الحمد لله ان جت سليمه يا استاذ زكي. وبعدين انت لازم تبقى فخور باميره. بنتك شهمه نبيله شجاعه وكانت عايزه تنقذ زميلتها. تنقذ ايه واتنين؟ انا جايب بنتي تنقذ ولا تتعلم يا عم ناظر؟ كويس كده؟ دراعها اتكسر. هتمشي ازاي دي بقى؟ تمشي برجليها. وساعات بتمشي على ايديها بنتي وانا حر فيها. لا 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 المدرسه دي ما تنفعش. انا هاخدها مدرسه تانيه محترمه. من النهارده مفيش ابطال خارقين خالص، مش هتشوفي صورهم ولا هتشوفي افلامهم. قسما بالله لو خلفتيني لا هتبقي بنتي ولا هعرفك. اميره حبيبتي المره دي دراعك اتكسر، مين عارف المره الجايه هيحصل ايه؟ مش كفايه عليا امك راحت وسابتنا وانت لسه في اللفه؟ يعني انت لو جرالك حاجه لا سمح الله انا ممكن اروح فيها. بعد الشر عليك يا بابا. يعني توعديني تسمعي كلامي وتسيبك من الكلام الفارغ ده والابطال الخارقين والكلام الفاضي ده؟ اوعدك يا بابا.